طلعوا. حسب الانتخابات التشريعية اليوم 4 ماي 2017 الدرك الوطني وضع مخطط أمني خاص من أجل السير الحسن لعملية الاختراع، حيث تم تسخير ما يزيد عن 87600 دركي من أجل تأمين 7304 مركز اقتراع، أي ما يعادل نسبة 60% من مجموع مراكز الاختراع على المستوى الوطني، حيث تقوم وحدة الدرك الوطني بتأمين مراكز ومكاتب الاختراع عبر كامل الاختصاص الإقليمي للدرك الوطني بما في ذلك مكاتب الاختراع المتنقلة، كما تقوم الوحدات بمراقبة شبكة الطرقات وتسهيل حركة المرور، مراقبة المناطق الحضرية والشبه حضرية عن طريق تطبيق مخطط للسدود والدوريات بهذه المناسبة.